ولا تشمر يا حظ والله شمر بكم يا حظ شمر والله بكم يا حظ شمر بك انت يا ابو عوي الله يطول عمرك طيب صلوا يا عيال زود صلوا عندي هلا الحقيقة وش نوحك يا ابو عويد؟ صلى على النبي قول له لا اله الا الله قول الحقيقه الحقيقه في هذه البدايه مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام مستمعينا خلف شاشات كانت البدايه اسعد الله اوقاتكم بكل خير مساكم الله لا تعدون هذه بكل خير ليش تقول الحقيقه؟ انا اليوم اشوف بعض المشاعر اللي متغيره اعذروني ابغى اختار اثنين من غير قصور فيكم فيصل وحمد الاستاذ فيصل والاستاذ حمد كلنا ما حزنا في هذا الموقف اكيد طرت لك شيله في بالك حقت حزن واكيد طرا لك في بالك قصيده حقت حزن اي والله ابي كل واحد يسمعني بيت انا البيت وانت يا حمد بتسمعنا يقول شوف الشاعر احمد الناصر الشايع الله يرحمه الله يرحمه شاعر كبير وبحر ودايم اسمع له قصيده يعني غزليه ويتكلم على الفراق كذا يقول يعني من عرض قصيدة عالج لوعة المغرم وتكبر لهفة المشتاق يا سلام حسن رضاي سوق خطاي قدم رجله وفهقها ألا يا كاملين المعرفة سلك الغرام دقاق إلى ناشى العروق الله إلى ناشى القلوب الله يعافينا يخرقها أنا لي صاحب من خده ورشينا كما البراق بعرض المزنة اللي مثل شمس الظهر بارقها إلين يقول إلى عرض علي واقف إلى عرض علي ياقف مثل الوقفة كسير الساق وساعات الوداع اسرع من الكدلك دقائقها الله. ساعه الوداع اسرع من احنا عشنا الحياه وداعنا كثير وعرفنا كثير لكن ساعه الوداع اللي انا اليوم عشتها ما كانت لي ساعه هي فعلا كانت ساعه لكن بالنسبه لي كانت 20 سنه من عمري اي والله اني اول شيء توقعت اني انا اول المغادرين الشيء الثاني يوم اني ضمنت نفسي تالمت اكثر بوداع الشباب اللي للأمانة هم كانوا إخواني وأعز من يكونون إخواني للأمانة إذا قلت أخو كلمة أخو تحتمل كل معنى لكن كلمة شقيق ما تحتمل إلا معنى واحد إنه شقيقك فعلا هم كانوا شقائي أنا شخصيا وأنتم يعني في هالبرنامج هذا للأمانة الموقف أكبر من كلامي وأكبر من وصفي لا بشعر ولا استشهادي البيت شعري أو لكن هم طلعوا من الباب هذا لكن دخلوا قلوبنا من أوسع أبوابه الله يستر عليهم ان شاء الله ونلقاهم ان شاء الله يبشرون بنا ان شاء الله يبشرون بنا ما بتسير بتسني ترى ابشع ابشع شعور اللي متلخبط في المشاعر لا انت فرحان ولا انت الحزين ولا كذا في تبلد اي والله الحين يا حمد يا حمد وش طرى على بالك البخ اصلا ها هو الكلام اللي قالها الله يسلمك هو قالها عن اللي في الخاطر واكثر طول عمرك يا بعد خاطر يقول الوداع أصعب من الكسر لو إنه خطير والفراق يعل والجرح يبطي ما برا والهجر ما حدها الله ولا يذكر بخير يا قليل الوصل والجرح يبطي ما برا والوداع أصعب من الكسر لو إنه خطير والفراق يعل والجرح يبطي ما برا والهجر ما حدها الله ولا يذكر بخير يا قليل الوصل والجرح يبطي ما برا هذا البيتين اللي أحس أني أبكي مرة ثانية. هلا غصبك. هاي البيت. أعطني مشاعرك يا أستاذ عبد الله. مشاعري الحقيقة. باختصار لو سمحت. أبشر والله يا شباب اللي بقوا غالين واللي طلعوا غالين. لكن نسأل الله لهم التوفيق. إن شاء الله إن مو بس القناة تجمعنا حتى خارج القناة نجتمع. بإذن الله. وقلتها الأول على أبو عويد. أنا الوالد قال لي ابن لك يا عبد الله في كل مكان كوخ. ونعم. في القناة هذه اختصرت عليه اشياء واجد مثل الحين في الشمال بنيت في قلوبنا قبل بيوتنا الله يسعدك يا ابو عبد الله في الشمال القى ابو عويد في نجران القى حمد في ترجه القى متعب تربي في وادي الدواسر القى ناصر في الدمام القى الرجال الطيب ذا احمد وفي جده الراجحي انت في كل مكان يا ابو انت عارف انت في كل مكان انت عارف فالقناة هذه اختصرت لي كثير
وبإذن الله نتواجه. وأنا أخوكم أي شيء من الطائف. حتى اللي من برا. نشكرك أستاذ عبد الله على كلامك وتغطيتك. نبغى غيمة مع عوادي ومطر. قحص قحص. تعال أنت قحص. الطائف أنت بعد شوي نكلمك مصر. والله أنا موجود اختبارات يا أحمد اختبارات. تعال الطائف. عبرهم من جد. الآن نبدأ مع الشخص اللطيف المحترم. من هو؟ من هو؟ دقيقة اصبر وصل على النبي. لا تقول ناصر. دقيقة يا الله خلوني أكمل كلامي طيب. خلوني أقدم هنا. نبدأ مع الشخص اللطيف الذي بيعبر من شعوره وإحساسه واللي في خاطره. شفنا الحزن في وجهه، شفنا الدموع في وجهه، شفنا البكية في عيونه. بالعكس صحيح. الأستاذ تركي. بالعكس صحيح. تفضل عطنا اللي في خاطره. لا تركي صح. وش تقول لهذا الموقف؟ عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني عز الله اللي يطلعون الأخوان. السلام. لكن إنا دخلنا ذا البرنامج بإذن الله. أربيز. دخلنا كم؟ هذا أنا بوردان. تمشي مليون. طاع. هذا أنا بوردان. الله هديك ما شفت. الله هديك. لا لا. مهنت مهنت. هو. هو. لا مو بنا. رحتك. يمكن أنا. يمكن. لا أنت نسمع صوتك. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، مساكم كل خير. الاستاذ تركي تفضل عن مشاعرك لهذا من يوم. الاستاذ تركي تفضل عطنا مشاعرك عن حدث هذا اليوم. هذه مهمه بنهايته باذن الله ان هذه انطلاقتهم بعد وبيلقانا في البرنامج برا البرنامج وبنجتمع. صح ان كل واحد في ديره لكن باذن الله ان بنجتمع وبنتقابل كل ابونا اليوم ودوم وكل منا بيعزز للثاني بنشر سناب في انستغرام وتيك توك باذن الله تواصل اجتماعي كامل من غير ذكر الاسماء نتقابل وكل منا بيدعم الثاني كلنا للثاني نعم شكرا ختمت شكرا يعطيك العافيه على حسن كلامك الطيب اللطيف الخفيف الجميل والان اذا حاب والان اذا حاب تتكلم مشاعرك يا استاذ ناصر تفضل عندك شيء تبي تقوله ما عندي شيء شكرا لك والان استاذ متعب عيوني تفضل نبي مشاعرك اللي ما قدرت تقدمها امام المسرح اهم شيء انا صديق اصدق لا ما عليك انا بقطع الصوت خلنا وضع اصدق الصدق انا ما اقولها الا واحد الصوت الله يحفظكم استاذ تركي تفضل استاذ تركي استاذ ايش اسمك يا ولد متعب لبيك قل اللي عندك والله يرقون بالنا ترى تركي متعب انتم يا الله ماخذ مقلب بنفسك يا زينه ماخذ مقلب رجع يا رجال يتكلم قصير يا ولد انا صف عندي هدلال والله صلى على النبي كل مارد انا من غير ولا اقطع واردك يا استاذ متعب ولا اقطع واردك هذا هو يمثل كل دقيقة دقيقة رجال من حايل ايه نور هذا انا جالس انا جالس جالسهم مدهال القوم انا جالس اقول بيانهم هذا الفعل فعل ابو عطيل شكرت يا رب انا مقدم جالس يا ولد انا جالس اوجه لكم رساله ان الرجال ذا شمري وهذه عوايد نعم عليكم جو انتم مثلنا وطيب كل ميال اقرا ولا شمر ميال اقرا ولا شمر ميال اقرا ميال عقاله ولا تشمر ميال عقاله ولا تشمر الله يجيكم رجعوا خلاص رجعها يلا خلصت يا اسلم اسلم نرجع الى محور حديثنا وعدنا اليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل القريب بعد الفاصل اقسم بالله جميل الفرقعه نبي قصيده والان دقيقه دقيقه يا اخي لن تجاوز المحدث هذه لو سمحت مشاهدينا الكرام عدنا اليكم بعد فاصل بسيط والان معنا الاستاذ القدير الشاعر الكبير الصغير متعب تفضل مو شاعر نبي قصيده من عندك فيه طلب فيه طلب قصيده كان قصيده اداها قصيده يا قصيده ابي قصيده صدقه صدق لا يا احنا طالبينك بوجه الله انت تقولها يا رب ارفع عدسك يا وجه الله تكفى يا رب ارفع عدسك اذا ما انت لا يا رب هذا طالبك يجي لي فاصل طالبك القصيد سمعني اياها وانا في السياره تعال سمعني اياها بكوفي سمعني في القرار والله العظيم ان لو ما هي بزينه كما قلنا عد حتى وانا راقب والله العظيم خلاص لان القصيده هذه عطنا واحده ثانيه لا 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 عرضك وجه الله انا قلت لك في وجه الله خلاص لا حد يقاطع يلا خلاص تمام وجه الله ما غير الله كيف اقول عبد الله يحن فوق راسي يا عبد الله اخلص يا عبد الله ما يجوز يلا رد يلا عشان والله الذي لا اله الا هو من غير قصور فيكم انه عشان يوم طلبني بوجود والله لو اني ما احبها ولا هي من الشخص المناسب كم ما طلبتك اياها الله ما والله الذي نفسي بيدي لو اني ما شايله انا اللي بقاطع اسمع
والله ما وصلت بالتوك توك 1,200,000 هذا دارين عندي. والثانية وصلت 100,000 الله يبارك لك. خلاص على هذا يجيب اعلام من ورا التريلات. تسلم. لا ما له دخل عندي هني. عزرا قصيدة. انا لي صديق ان كان يصدق الصدقان. صدقان. إلينا التقى بأحباب قلبه وخلاني. أنا ما نبقى يا صديقي ترى خوان ولا نبقى يا صاير من بين عدواني لكن أشوف أنه بداية تبع الشيطان. أنا أعوذ بالله منك يا كل شيطان. أنا ما نبقى حدك يا صاح مهما كان وأنا ما نبقى نسيك يا دربة الإيمان. الإيمان أنا خايف أنك تحطني بعاد من النسيان ولا تنزل الصداقة كل أبوها تنساني. تنساني أنا عارف أنك شهم ووافي وبطران لكن ازمن غدار ولا لها أمان يحز على جيتك وخاطري زعلان أسوي المستحيل إن جيتني وأنت زعلاني علشان أصلي خاطرك ماني بقى ندمان إذا إنك طعت مواصلات كله خلاني ولا صديقي كلمة قلتها من الشر عليك بس اللي خلاني تبقى بذاكرتي على مرة الأزماني ترى أنا مثل الأخوان وأكثر من الأخوان ترى اللي يصيبك قبل يصلاك يصلاني أحس بهم عدها عشان ما يجيك هو الأحزان وضيق أنت ضايق خاطرك ياك حلاني دقيقة خلي خلاص تام الكلام إن كان وسوس بك الشيطان نقول يلا نعوذ بك من كل شيطان. عدها عدها رجع والآن مشاهدين الكرام والآن مشاهدين الكرام والآن مشاهدين الكرام عند الشخص الذي كان أمام المسرح وأمام أمام الملأ ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله مبارك ما له شغل صح مي العقاله ولا تشمر شنو هذا يبا لا مو كذي صبر لبيه مشاهدينا الكرام لا تتجاوز لا تتجاوز استاذ احمد تفضل عطنا اللي في خاطرك باختصار شوف باختصار ينقدون علي والله الذي نفسي بيده ما ادخل شوف اليوم ورجع لك مقدم قدام عندنا اليوم في قصيده واحده بس في بدايه البرنامج في شعور حافظها قبل يدخل حزن عشان اخوياه اي والله العظيم وهذا يدل على على طيبنا وحنا يد واحده والله انه صادق اسمع كلامه قريدي والله ما عيد معليش والله عربي عيد يا عربي عربي انت من الاشماط اسوي كذا وين اذنك خليني اسوي زوم دقيقه جايك دقيقه دقيقه جايك دقيقه دقيقه طيب يلا اخلص يا احمد احمد الدواسر يسوفهم جنب خلاص طاب الصاميم يجيكم رجال صح والله عطهم فرصه عطهم فرصه يلا عطهم فرصه مشاهدينا الكرام الان معنا عرضه الدواسر تفضلوا اعطونا تقدمون بسوي نفس متعب لا جاء يعني يدور تصاميم يدور ايه تجيب البطيء كذا على الجنب لاحظت انكم شانين حمله على متعب هل هو ناجح نعم ناجح كان ناجح فانا دقيقه نفدان اسمع يا ماك ما تقول الا الحق ما تقول الا الحق اسمع انا في كلمه مدنيها ناجح والله في كلمه مدنيه اللي يقول الناجح محاضر خلاص في ناس والله ماخذين بنفسهم مقالب على الكلمه هذه يشوف نفسه اذا حد حارب ينصح بخير يقول والله الناجح محارب طيب انت تسوي شيء غلط محارب الناصح ما يكون محارب يعني الناصح بعكس يختلف الناصح انا اتكلم عن مثلا متعب الحين متعب الحين يوم الناس كلهم ضده ممكن معهم حق ينصحون عندكم شيء انا اتكلم شباب خلصتوا خلصتوا عشان اختم بسرعه بسرعه اختم الله يختم استغفر الله مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن استضافه هذا شعار الكبار نشكرك على حسن استضافتنا هذه الدعوه من الرنين في هذا اي شكرا شكرا مقدم صراحه انا محلك اقول فلاسه ما لبس والان عند ناصر الدوسري تركي الدوسري قولها كذا والان اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم نقول لهم كما قال الرسول اللهم بارك لهما وبارك عليهما بخير دعاء هذا حديث صح دعاء 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 يلا ناصر الدوسري تركي الدوسري تفضلوا اعطونا اعطونا العرض اللي عندكم تعالوا كذا تعالوا كذا لا تجي لا لا تجلس تسمع تجلس تسمع يقول لي شوف اسوي فيهم بسوي مقلب احترم العرض لو سمحت واستريح لا تقاطع ما فيني من قوه لكن عندي ظرف عندي ظرف بس فوق على عيون الراس اجلس واسمع لو سمحت لو انا كويس والله ما اقول والله انا بربيتي اسمعنا لا تسفهم لا تسفهم تعال وش معنى ما
انت اليوم جاي على هاللو. اي والله بيجي من هاللو. لا من هاللو سامعنا سامعنا. اي اقول لكم حاجه اقسم بالله شفتين هذول اني ما يمزحون بالوقت الغلط. جاك مروق ترى ما يمزحون. يا ولد خل الرجال يطلع. خل الرجال يطلع. يجلس شوي. الرجال لا يطلع عليكم فيه. انتم شاهدين؟ عشان ما يلحقني منقود. نعم. ها انتم شاهدين؟ نعم. شاهدين ها طيب. وش؟ ها. اطلع يا ولد. اخ جاك 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 ما قبرت لي بلحه صار تركي يا رجال ناصر 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 اسمع 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 هي الطياره اطلع ناصر يا ناصر اطلع هي والله انت كابتن ريجي ناصر والله انت كابتن ريجي والله تذكر المقطع اللي ارسلته لك امس اللي يركض يلا يلا برا برا ارسلت لك انا مقطع امس صح؟ هذاك ما نطلع ارسلت لك مقطع امس اللي يركض في العشب يلا انكفف الرجال ولا يروح لحاله والله رجال بلا اخلط من قبل بعدين يلا هناك يلا بس يلا تمام مسكر الباب حمد حمد ما يمزح معك مزح الديره احد صوت ها؟ احد صوت شاهدين الكرام اسعد الله اوقاتكم كل خير قصيده غزليه قصيده غزليه غزليه كما حفظ الله بس اي شيء على بعض تحفظ الغزل انا ما حافظ مشكلتي ما حافظ ابدا ما حافظ لكن لك بيتين لا حد ثاني يبي غزل غزل عشان تب عشان تصميم استبعد لا غزل يعني غزل عادي غزل يقول بيتين اسلم فصل الخريف تطيح بخضر الاوراق عقب الربيع وبارق الوسم فصل الخريف تطيح بخضر الاوراق عقب الخريف وبارق الوسم والبرد وبين الولايف فصل هجران وفراق